الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنشكر برستيبون على هذه الاستضافة هذه اللي استضفتني فيها بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، والذي يصادف أيضا عيد ميلاد صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. بدورنا كشباب نعبر عن حبنا لجلالة الملك ولهذا الوطن، ونحن من أجله، ونحن بدورنا سندافع عليه كما قمنا كرياضيين. عبرنا مؤخرا في واحد القافلة اللي كانت الانطلاقة ديالها بمدينة طنجة وصولا إلى مدينة الجويرة. الهدف الأول والأساسي اللي تنضت من أجله هذه القافلة هو الدفاع عن الوحدة الترابية وترسيخ الثقافة التشاركية والتأكيد على شرعية الصحراء المغربية وامتدادها من الشمال إلى الجنوب. ونشكر من ساهم في هذه القافلة من السلطات الأمنية ومن المسؤولين في كل مدينة اللي استقبلونا فيها. وكنتمنى إن شاء الله تكون مثل هذه المبادرات وتفتح المجال للشباب، لأن الحمد لله والحمد كاين شباب وطاقات اللي فتحت لهم المجال غادي يعبروا على الحب بالوطن ديالهم وغادي يضحيوا من أجله كما قمنا نحن أيضا. كنتمنى نكونوا كمثال لهذا الشباب المغربي. وكنشكر جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية إيثار حي طابولة الأستاذة نزهة اللي قدمت لي المساعدة الدعم المعنوي. وكنتمنى من المسؤولين ديال مدينة تطوان على بخصوص التخصصين في المجال الرياضي يلتفتوا مثل هذه المبادرات، وبدورهم هما يقوموا أيضا بالدعم والتشجيع والتقدير مثل هذه المبادرات اللي يقوموا بها الشباب. والحمد لله والحمد إذا تفتح مجال مدينة تطوان أنها تشارك بعدد أكبر عدد ممكن في السنة المقبلة إن شاء الله في قافلة المواطنة النسخة السادسة. ولله الحمد، واخا أن السنة كنت أنا المشارك الوحيد اللي مثلت مدينة تطوان كسافر المدن على صعيد الوطني. إذا تفتح إن شاء الله المجال غادي نكونوا أكبر عدد مشاركين، وحنا الحمد لله برزنا الوجود ديالنا وكنا حنايا المشرفين على هذه القافلة وحملنا شارة العمادة، واستطعنا أننا نوصلوا هذه القافلة من طنجة إلى الجويرة بمساعدة الإخوان. وشكرا.